العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام مع تغريدة نشرها حساب مديرية الصحة في منطقة الرياض على تويتر لمقطع فيديو لرجل أعمال سعودي يتحدث فيه عن ظروف إقامته في الحجر الصحي. طبعا بحسب الشخص الذي عرف عن نفسه على أنه رجل أعمال سعودي فإنه يقيم في الحجر الصحي بإحدى فنادق العاصمة الرياض الفخمة، وذلك عقب عودته إلى المملكة بعد سفره لدول موبوءة بفيروس كورونا المستجد. رجل الأعمال غير مصاب لكنه يجري عزله احتياطيا. خلونا نشاهد هذا المقطع الذي تم نشره. السلام عليكم أخواني الكرام، حياكم الله جميعا. أتكلم أنا رجل أعمال سعودي، كنت سافرت عدة دول موبوءة في كورونا، وعند وصولي مطار الرياض طبعا كان من الأفضل أني أنتقل للعزل منعا لنقل العدوى. كان استقبالهم حقيقة جيد جدا، نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وبعدها خيروني أبقى في المنتجع أو في فندق. فضلت فندق هم الواخدينهم على حساب الدولة الله يجزيهم خير، فندق فخم جدا أمام الفيصلية، الرعاية الطبية رعاية متقدمة جدا الحمد لله، اهتمام كبير جدا فيهم، عاملوني معاملة محترمة تماما. وحتى الإخوان في الجوازات، واحد من الإخوان قال لي أنت جيعان وجاب لي حقيقة وجبة على حسابه شخصيا. ونقلت بعد نقلت هنا منتجع، أخذوا مني البصمة هي المسحة الطبية، وكان حقيقة تعامل رائع جدا، اهتمام صحي كبير. أي طلبات تحتاجها قولوا لي تفضل أنت تطلبها أنت نجيبها لك، أي شيء الحقيقة ما قصروا معايا جدا. الدكتور سمير الأخ المسؤول عن العدوى، هذا بوريكم أنا من الفندق الفيصلية، الدكتور سمير يرد على أي اتصالات فورا برغم عددنا الكبير. الأستاذ نشأ العتيبي أخصائي اجتماعي يجيني كل يوم، أي شيء أي طلبات أدوية أنت في حاجة لرعاية طبية، اهتمام كبير جدا، اهتمام أكثر من دول أوروبا وأمريكا، أكثر من أي مكان، وكله على حساب الدولة. جميع اللي تشوفوه أنتم ما دفعت فيه ولا ريال، الله يطول في عمرهم ويزيهم خير. وشكرا لمملكتنا الحبيبة، وشكرا لخادم الحرمين الشريفين، وشكرا لولي العهد الأمين. هذا التعامل وهذا البلد اللي نفتخر فيها. شكرا لكم جميعا.